فريق بيت نكوبة تقع على مشارف مدينة القدس، على بعد 10 كيلومتر غربي مدينة القدس، تقع بالقرب من قرية أبو غوش، وتحيط بها قرى القسطل، كالونيا، قطنة. قرية لها تاريخ يمتد إلى 300 سنة. قدموا أصل أهل هاي البلد من شرقي الأردن، من بلد تسمى الربة بالقرب من مدينة القرق، وتربطنا جذور تاريخية وجذور عائلية مع بعض العائلات من شرقي الأردن، مثل عائلة المجالي اللي هم من نفس البلد من قرية الربة. ثم قدموا إلى فلسطين واستوطنوا في بلد تسمى صوبة، ومن ثم جاءوا إلى قرية بيت نكوبة اللي كانت تسمى بيت المنكوب، وقطنوا هناك قبل ما يقارب 300 سنة. وهي عائلات هذه البلد تربطهم صلة قرابة، كلهم من أصل واحد. والبلد طبعا بسبب موقعها من القسطل، حيث موقعة القسطل اللي استشهد فيها المرحوم عبد القادر الحسيني في عام 48، اضطر أهل البلد إلى ترك البلد وإلى الهجرة إلى المناطق المجاورة، ومن ثم عادوا إلى البلد فوجدوا وقد احتلت من قبل اليهود، فذهبوا واستوطنوا في قرية أبو غوش حتى عام 62، حيث ذهبوا إلى الحكومة الإسرائيلية وطلبوا منهم المساعدة في إقامة مجمع سكني جديد لهم، فوافقت الحكومة على إعطائهم 300 دنم، بينما كانت مساحة البلد في السابق تبلغ ما يقارب 3850 دنم. فأقاموا البلد الجديدة في عام 62 اللي هي تسمى الآن عين نقوبة، بالقرب من قرية عين رافة. احنا موجودين هان اول شيء على ارض بيت نكوبة، هان ارض اسمها تشبارة، قبالنا المنطقة هذه بيت نكوبة المهجرة، واليوم بيسوي مشفى مسمينا بيت نكوبة، سموه على اسم بيت نكوبة العتيقة. هذه البلد الاصلية العتيقة، على جنبها بعد شوف في شجر وفي هذه كانت اراضي بيت نكوبة، وهذه الارض واد اسمه واد ابو خميس، كان كل الاراضي مزروع فيه عنب ومزروع فيه تين وكان مزروع فيه خوخ. يعني هذه البلد الجنب هذا البلد هذه الارض اللي كانت لبلدنا، واحنا الان اخرى موجودين على ارض لبلدنا. وكنا احنا ما ساكنين في البلد الاصلي هذه، فبعد 48 ما هجرنا اعطونا قريه جديده جنب عين رافه اسمها عين نكوبه، فنقلونا عليها وسكننا فيها اللي هي عين اليوم اسمها عين نكوبه. بلدنا في الأساس كانت قرية زراعية تعتمد على المياه أو على العيون الموجودة في البلد. إحنا قبل 48 كان عندنا عدة عيون في البلد، وكانت هذه العيون مشتركة لجميع العائلات. ولما نزلوا من صوبة واجوا على بيت نكوبة الأساسية، هم نزلوا على عين اسمها عين الدحو، كانوا يشربوا منها. هلكيت في بعد عين الدحو في محل أثري هلكيت عندنا هو منتزه مسمينه عين حمد، لكن هو في الأساس تابع لأهل بيت نكوبة، وفي عدة عيون كانوا يشربوا منه أهل البلد، أو بالأحرى يسكوا الجناين اللي كانوا يزرعوها قبل 48
من هذه المياه اللي طالع من العيون، عين مرهج، عين يوسف، عين ام اسماعيل، هذول كلهم كانت عيون قوية جدا قبل 48، لكن بعد 60 بال 62 وال 64 لما قلت المياه في اسرائيل سووا بير ارتوازي على مدخل البلد وصاروا يسحبوا في المياه الجوفية اللي داخل الارض، علشان هيك العيون هاي كلها جفت وفش عيونها كده، او اذا بتطيح بتطيح هذه العيون بس في الشتاء اذا كان المطر شديد او اذا المطر ما قوي او اذا فيش مطر بتطيح العيون، يعني العيون هذه جفت لانه النبع الاساسي تبعها تحت الارض نشف تقريبا، صاروا يسحبوه ميكروت، شركة ميكروت سحبته من الارض كله. أشهر العيون في قرية بيت نقوبة اللي عين الدحو، عين المسمعين، عين النكعة، عين ماصية، عين مرهج. عين مرهج تقع بموقع يسمى أكفا بيلا باللاتيني، وأكفا بيلا معناها الماء العذب، وموقع هذا العين بقع من القرب من دير صليبي قديم يمتد إلى أكثر من 800 سنة أقيم زمن الصليبيين، كان يسمى دير إكبالة يعني دير أكفا بيلا. فهذه العين كانت عين قوية وعين أهل البلد بيعتمدوا عليها في ماء الشرب، وبالقرب منها كانت في بساتين كثيرة لجميع أهالي البلد، كل واحد بيمتلك قطعة معينة بيزرعوا فيها كانوا الخضروات اللي بيعتمدوا عليها أهل البلد. أحسن مية بكت مية البير هاد اللي في الشيخ، هذا تصروها له ضربوها لكم تصروه فكبير يسكي مية جنان جنا إلى البلد، لما ضرب اللغم فيها انفجر بعيد عنك العد وبطل يزرع فيش مية نجيبه كليلة صارت. أما العيون اللي ديال البلد شافيات الناس يروح يملوا يسكوا بكر يمسوا غنم يمسوا فكت شافيت من مية شافيت. كانت في الأول مصادر المية العيون، الناس يروحوا عيون مثلا يروحوا على عين مرهج، النسوان الشباب يناكلوا، كان شو يناكلوا؟ أشياء يدوية يناكلوا في تناج في سطولة في بعض الحاجات العتيقة القديمة. وبعدين لما دخلت إسرائيل واجوا واحتلوا فالإسرائيليين سحبوا جميع المية من العيون وصار ونشفوا العيون الموجودة في بيت نكوبة. وقت الصفو هالاختيارية صحيحة زي هالكيد صفو هي الصف وهي الصف دروس حاجة وردوا على بعضهم وشو يولعوا مشان يضوع حالهم يحطوا جيبوا شوية سكن والأخو فيهن زيت في السكن وولعوا نار طول الليل وهم ولع وهم يسحجوا الاختيارية الشباب يدبشوا على جنب والاختيارية على جنب ويمضي هالعرس أسبوع بك أو يقعد أسبوع هم يرقصوا غنم. بيت نقوبة حتى عام 48 كانت تمتاز بالزراعة، معظم سكان البلد كانوا يعملون بالزراعة فلهم أراضي زراعية كانوا يزرعون فيها الأشجار مثل أشجار الخوخ والعنب والتين والزيتون، وطبعا كانوا يقومون ببيع هذه المنتجات بالقدس ومن ثم كانوا يذهبون إلى يافا والرملة يبيعون المنتجات في هذه الأسواق، فاعتمدوا اعتماد كبير على الزراعة بجانب المواشي كانوا يمتلكون أيضا المواشي.
احنا كنا على زمان البلاد يعني معظم زراعتنا نزرع جميع انواع الخضروات. صحيح فينا كان شجريه، يعني كانوا يزرعوا خوخ، كانوا يزرعوا عنب، كانوا يزرعوا اللهم صل على سيدنا محمد، التين، صبر، يزرعوا ويبيعوا، لكن معظم المزروعات اللي كانت عندنا في البلد اللي البندوره، الخيار، الفاكوس، الباذنجان، الكسى، جميع انواع الخضروات. ليش؟ لانه كانوا يسووا جناين. يعني شو معنى الجناين؟ يعني يسووا كل واحد له نص دنم او له ربع دنم يحشروا الميه في العين، في البركه تبعت العين، وكل واحد له دور. انت اليوم لك نص نهار تفتح العين على ارضياتك، تسقي ارضياتك في نص اليوم تبعك هذا. ثاني يوم بيجي اللي وراك، ثالث يوم اللي وراك، فباستمرار الارض اللي ذيال العيون مرويه من هذه العين. وفي يعني الخضار اللي بكت تطلع كانت مشهوره بلدنا احنا في الزمانات في زراعه الخضار وزراعه الاشجار خاصه الخوخ والعنب. بقت من زمان البلاد احسن من اليوم. بقت الدختريه عندهم اداره وعندهم معروف من الحين بقى. يعني شد واجب لبعض الدختريه مش زي اليوم. زمان بلدنا بقت لها 30 40 دار تسوى 100 بلد. من كثر ما بكوا اصحابها ملاح. وراحوا يما شلهم ماتوا. ولا ظل من العتق ولا واحد. ما ظل. اللي احنا يا هل ضايلين بس. طلعنا لما انضربت دير ياسين لما هجم اليهود عليها ضربوها، وثاني يوم صارت ضربة في الكسطل ضربوا شو اسمه والله بكى كيدها عبالي عاد هو ضربوا اليهود، واليهود ضربوا هدوا الجامع وهدوا الدنيا في الكسطل. احنا شردنا من شغل دير ياسين طلعنا على سبة نعاود اللي ما طلعناش شيء، يعني طلعنا بروسنا هيث على سبة نعاود لدورنا. لما طالت الحالة ما وش واحد رجع لدار، طلت راحت الدور وراحت أصحابها، فضل الدور، هدوا هنا اليهود. تبقى بعد الدور في موجودة في بيت نكوبة العتيقة، فيها كان من حوالي 6 7 دور 8 دور موجودات، ما هدوهن، ظلين في البلد. يعني ظلين موجودات، كان هذول الدور عشان كان الجدال شويه ما هدوهن، والباقي هدوه الدور العتق بده هدوهن. كانت زارع تينا في بابها غرسة، لما طالت المدة صارت التينا كدها الدار. جيت قطعت حبة تين منها، كنت أنا وسلفي مات الله يرحمه وهاي من درن أخرى، قطعت حبة تين ما هنش عليها. يوم ما هنش عليها كانت ليش تقطعيها؟ كنت منعون أبوك يا خنزيرة، هي دارش هذه داري. خبطت حبة تين في صدرها، ضربت فيها في صدرها. مش احنا لو اولادنا ولا اولادنا لو لا يمكن نتنازل عن حقنا في العوده الى الوطن والى بلدنا الاصليه، وان شاء الله بنعود باذن الله. ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله. ما رجعتش انا برجع ابني، ما رجعتش ابني برجع ابني، يعني مش الحمد لله لما مش مكتوبه، لا مش مكتوبه. في ورانا شباب صلاه النبي، ورانا شباب برجع ان شاء الله. انا مش ضامن حياتي، برجع غيري.
منطقة سلوان هي المنطقة الأم للقدس، حيث بنى الكنعانيين مدينة تل الظهور التي أسموها اليهود اليوم عير دافيد زورا وبهتانا. بنيت القدس على هذه التلة، تلة الظهور، والتي يصير تحتها نفق حوالي بطول 650 متر حفر بالصخر، حفره آبائنا الكنعانيين بالصخر، وهذا الكلام موثق أثريا، حيث تم تحليل نبتة بالكربون المشع بأن عادت هذه النبتة للعهد الكنعاني العربي الأصيل. هذا النفق وهذه المدينة، مدينة القدس سابقا وهي تلة سلوان، تلة الظهور، أسست هناك مدينة القدس أولا، وكانت مؤسسة أصلا فوق هذه النبعة، نبعة عين سلوان، وبالقرب من هذه النبعة نبعات أخرى، نبعة بير أيوب، والتي شفي بها النبي عليه السلام سيدنا أيوب، وبالقرب منها أيضا نبعة عين اللوزة، والكثير من عيون الماء المجاورة والقريبة في هذه المنطقة. كانت تشكل هذه النبعات مصدر حياة للمقدسيين، مصدر حياة حقيقي للمقدسيين، حيث اعتمد المقدسيين بشكل عام، بشكل كبير، بشكل رئيسي على هذه النبعات. هذه النبعات كانت تشكل مصدر المياه الرئيسي، ليس فقط للسكان كي يتزودوا بماء الشرب والاستعمالات اليومية والبيتية العادية طوال النهار، ولكنها كانت تزود مثلا منطقة البستان والمناطق الزراعية التي شكلت في السابق سلة الغذائية للقدس حديثا. سلوان هذا معلم حضاري إسلامي فلسطيني قديم جدا من ألوف السنين. عين سلوان هاي اللي هذا وقف إسلامي أوقف عيدنا سيدنا عثمان رضي الله عنه لفقراء المسلمين قبل 1400 سنة. طبعا هذه عين سلوان هي نهاية القناة الكنعانية التي تمتد حوالي 533 متر تحت الأرض من القرن تقريبا من 1000 قبل الميلاد، يعني عمر هذه القناة حوالي 3000 سنة، حيث حفروها الكنعانيون القدماء. طبعا عين سلوان مكان حضاري ومعلم حضاري اسلامي، بحيث انه اللهم صل على سيدنا محمد في مسجد هون مبني تخليد ذكرى الاعمى، لانه المسيح عليه الصلاه والسلام بعث هون رجل اعمى وفتح عينه، واحنا طبعا المسلمين نؤمن بان المسيح عليه الصلاه والسلام كان عنده القدره في شفاء الاعمى، وهذا كان تقديرا من الله سبحانه وتعالى. فعين سلوان يعني ايضا مكان مهم جدا بالنسبه لاهالي سلوان، بحيث انه هذه الميه اللي احنا بنشوفها امامنا كانت تروي كل المساحات شاسعة جداً، بساتين والحدائق العامة اللي كانت موجودة في كل منطقة القدس، الحاضنة الجنوبية لمنطقة المسجد الأقصى، كل منطقة سلوان القدس كانت تعيش على هذا المياه، بحيث أنه هذه عين سلوان هو المنبع الوحيد، العين الوحيدة اللي بتغذي كل منطقة سلوان والقدس بالمياه، بحيث أنه كل سكان القدس وسلوان كانوا يزرعوا زراعاتهم وحقولهم وبساتينهم في كل هذه المنطقة من ألوف السنين، وكانوا يروا كل هذه الحدائق وهذه البساتين بكل كافة أنواع أشجارها، الثمار، الفواكه، الخضار، من خلال مية عين سلوان. We'll be right back.
الخمسينات في الأربعينات يعني كانت ما فيش مواصيل للمي زي اليوم، يعني ما فيش كانت مي، كانت المي خفيفة، كانوا خطرات يأخذوا منها يحملوهم منها بعيد عنك عن الحمير أو يجي عبوا تنكات إشي للمزروعات، لو كانوا يجي يغسلوها وهلوا المجرة. وكان القناة تحت في منطقة اسمها طوالي عند البساتين تحت بتكون ملقانة للمي، كانوا يجوا الفلاحين يغسلوا النعاج يغسلوا النعاج والصوف تاحن وهلوا المجرة. وغير إسقاية البساتين، كانوا طول النهار يسقوا البساتين للمزروعات وهلوا المجرة. كان عند المغرب في هناك خزوك، خزوك هناك أو فتحات كانوا يسكروها عند المغرب، والصبح والصبح بدري كانوا يجي يفتحوها ونزلوا كل المكانة المية تتجمع لهون، كان ينزلوها على البساتين لسقي المزروعات. هذول الأعمدة اللي شايفينها بقايا كنيسة بيزنطية، والكنيسة بنيت في هذا المكان لتخليد ذكرى المسيح عليه السلام ومنتهى القناة. بقينا ننزل أنا والولاد ويسبحوا ويقعدوا ونغسل أواعيهم ونضل يستنى تنا ينشفوا وألبسهم ونطلع، يعني لبعد الظهر لطيع من الصبح لبعد الظهر على التنتين على الثلاثة تنطلع. اليوم نطيحش في شي ماما، بسكروها بسكروها بخلوها ناس ونخش، بخلو ناس نخش، دائما الحديد مقفول عندهم ولا بخلونا نخش ولا ايش. ليش انجبرنا نعمل البير؟ عشان هيك تبعش زلمتنا البير هو ورعنا ابوه، ظلنا يبحثوا فيه تعملوا لنا مدير وبطنوا، وهذا صارت الميه وتيخس علينا نطيح نجيب من تحت. اشو بدنا نسوي؟ منين بدنا نجيب؟ مشان انا افوتها وانا سكان الحي بدي افوت ادفع دخوليه لحتى اشوف المي، حتى نمشي ونعرف اولاد الحي بالمي الموجوده بحيهم نضطر ندفع دخوليات. اليوم هي مزار سياحي صارت للسياح لليهود لكل العائد تاعهم بيروح، خاصه للمستوطنين للمستوطنات. تم مصادرة المياه بمضخات، بياخذوا المي بيستفيدوا منها اليهود. فاحنا كان يوم هي وقف اسلامي، اللي بيشوف بينزل على
البركة تحت، بركة سلوان الصغيرة، البركة تحتها، بنشوف انه هي وقف اسلامي، وللاسف رغم انه وقف اسلامي الا انه احنا عمالنا بندفع ادخليات عليها. النبع الان مسيطر عليها من قبل جمعية العادة الاستيطانية المتطرفة، ومن خلال أذرعها مثل سلطة حماية الطبيعة وسلطة الآثار الإسرائيلية، والتي تفرض قيود بإدخال العرب وبعدم إدخال العرب وبإدخال الإسرائيليين من المستوطنين المتطرفين، حيث لا يسمح للعرب بالدخول إلى هذه المنطقة، وكذلك يتم جباية رسوم باهظة من الداخلين ومن العرب ومن الداخلين بشكل عام على في هذه المنطقة. لذلك وإلى جانب ذلك أيضا يتم مضايقة العرب الذين يزورون المنطقة، مع أن المنطقة بشكل عام جميعها تعتبر أراضي ومناطق وقف إسلامي تمت السيطرة عليها من الجهات الإسرائيلية في هذا الوقت. كذلك بالنسبة لباقي النبعات، نبعة بير أيوب ونبعة عين اللوزة وكذلك نبعة عين سلوان، تم تجفيفها إلى حد معين. وبالنسبة لنبعة بير أيوب ونبعة عين اللوزة تم تجفيفها نهائيا بالآبار الارتوازية التي حفرت وعملت سواء في منطقة وادي الربابة أو في منطقة الصوانة بالقرب من وادي الجوز، تم تجفيف المنابع من خلال الآبار الارتوازية التي تسلطت عليها الجهات الإسرائيلية وأخذت مياهها، فبات المقدسيين بدون مياه بل يدفعون ثمن مياه بفواتير للبلدية الإسرائيلية بمبالغ عالية قد لا يستطيعونها. بيهددوا البيوت الموجودة، أكثر من بيت تنفتح الأرضية تاعته، مش بس هيك المدرسة حد ذاتها تأذت، تشقق، صار في تشقق بالجدار، وللأسف دفعت المدرسة عشان والمسجد، طبعا المدرسة ومسجد مشان يصلحوها، إشي كتير يعني للأسف تم الاستيلاء عليها وعلى المي. قد عشنا ونشأنا في مسجد عين سلوان المقام فوق منطقة العين التحتة، حيث يطل المسجد والمكان بشكل عام على بركة الماء الواقعة بالقرب وبجانب مسجد عين سلوان. عشنا حياة جميلة، عشنا حياة طفولة جميلة جدا في ربوع المسجد وما حول المسجد والذي يقع بالقرب من البركة، إلى أن جاء الاحتلال وخطف البركة الموقوفة بالوقف الإسلامي ومنع تحركنا وفرض قيود ومضايقات شديدة وصعبة جدا على المقدسيين، ولاحقهم وطاردهم وسجن المقدسيين. على سبيل المثال أنا سجنت قبل عامين بتهمة الحفاظ على المسجد المقام فوق نبعة عين سلوان. كل هذه المصادرات، كل هذه الاعتداءات يلقاها المقدسي وحده بصدره العاري بثباته على أرضه، كي لا يستكين ولا يلين، ورافعا شعار أنا صحيح وحدي في الميدان، أنا لن تمتد لي يد المعونة والمساعدة من عالمنا العربي والإسلامي بالشكل الصحيح وفي مكانه إلا أنني صامد لآخر قطر الدم، صامد لآخر نفس، صامد رغم المصادرة، صامد رغم الهدم، صامد رغم قرارات الهدم، صامد رغم مصادرات المياه، صامد رغم كل الإجراءات الاحتلالية، كل الإجراءات السياحية الإسرائيلية، صامد رغم كل التخاذل العربي.